بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدا وديا الميل كريستو تومتان با وانا ميتا دوغ برسنا الله يبدا تي في غير كاين هو دي سومرينو ولو حي كان دلك غديس يدي بديس با قود بدا وركن او دور كان رونا وحا كميدا وزير وزارة الدارمة غدي دلك جمهورية الصومال مدان علي محمد ورعدي يفتي او غامني او سفر شقو او مقنا مالمه دنبه مغال مدخدا غوبلكا سنغا هير غابو ايا دي او سولابت عاصمة دلك هرجيزا شامعات أرمس المقاعدة الهرقيسة أي أيضا رقبتي حفلة بلاران أو أي مصمي سي تكريق اللباد شامعات أمام ماسترسك أو لدي هرقلنيو شامعات داسي أو أي مويدا أرديد يقوه ريس البلاضي ورك عالم كان هو حقوين الله إمكا وحادقها الدوين حدثك كل الكل صوب عيا هذا اللي تكتاقن أو كسو يري مدحوين ياشا روشكا إيا التركي أو إيا ويسكا قرابلا ديارة دي أي إذا ما تركي كسر دين دالكاسي فوشك هدي أرض دقالك نوع إذا ما ها إسيا مسخوي أفر يلا باتر وقصر بعضي سيري بي هذا إنت أستعوى ذي الوغض بدو وركين أو قدر كرون إمي كي آتنا إساقي أوفيتسان وسيرك وسارة داريمها دبدة دلك جمهورية الصومال المدن السعد على الشريعة وهي وسيرك وسارة ورشدها أي دلك هدب وصولا تيكد بصفر يقوم مغنائم ودك جبوتي وافتقوا قامل يا وسيرك وسارة داريمها دبدة أي أنت يا كوس مغنائم ودك أسي جبوتي وحي كرم الله يا شير مدحونها جمهورية جبوتي مدن إسماعيل عمر قليب وسيرك وسارة داريمها دبدة دلك أسي جبوتي يو حملك كتسل حكومة ودك أسي كدي بعد دبا مركي وكسر دقي وزير كارمة هدي بدأ مدار كعجاج إنترناشنال إيريبود أي أربعين تا أو فافان كسي سفر كيسا سي يوحيابي وسوق الصومي انتي أنا متشوقني سي وانا أكسن أو دير من روسيا دوي وحن لقوا لنا مدحوينها وحن لقوا لنا وزير دور وزير ما لقوا لنا وزير كمالية وزير كشقظة وزير كعدالة وزير كبتشتك يو وزير ركا هي مدح كلابا يعني وزير كريمة هدبدا دبعا يعني اتكستان الله كلنا نرمتي وحنو كلا كلنا جوي وناكسن وصاحب تنمو سيهر سرا وقدرين مدن ونلو سودوي ودنك جبوتي وودن انو شار نهاي يعني صاحب نهاي وحبنا وضا قيب سنو dad wada qaybsano taariikh wada qaybsano marka runtii waxaan jecel anaguna inaanu saaxiibtinimada halka ka sii wadno oo sii xoojino waa ka codsanay madaxweynaha Jabuuti inuu ka wadayeeyo wada hadalka noo socda inaka iyo Soomaaliya wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya u socda umadana ha Soomaaliland oo kaliya iyo Soomaaliya oo kaliya waxay dan u yihiin gobolka oo dhan Jabuuti إثيوبيا كينيا مركا جدي دمبي نوغو إذا شرتا وذا هذا لغاس قول لغا غارو وذا هذا الكا لبدا ودن وحا أقابل سن والله حل ساري لبدا دولي شرعيين ونساس ورانيه شرعيين وحوانيه وحا وحل سارن دولد عدكالو وحل سارن وذا هذا لغاس مجرد دولدو يدا لاتشاني سيدد كيد هذه علماء تهي هذه سلادين تهي يا هدي عيد كلا تايبا إذا الله تشتني سل لكن عيد كلا أو صار فري سنة سو كوا هذا حلا يسعر انكاس مشرو وحن بانو كبل ونو يجيبوتي يجيبوتي وودن كي نوبدو يعني وده ماذا يعني شارك النهاي ديار دو وانو سساعوي يعني مركا صحتنا ما تدي نقدر حيساعودي أيانو محل هذا أيانو تغني كوا كلنا وصو مرينا إن شاء الله بالله الكريم توبينا وامرينا كينيا وامرينا وزيرك وزارة الدارمة قدرية تلك جمهورية الصومال مدانا علي محمد ورعدي يفتقوا هو قامني وصفر شقوق مغناء ما المها الضمبيبا مقال مدح لقوم الكسانة قاية رقابو أي عصمة تلك أرقزة ديب وقصوا الله بطي ورمتاك سبسانة وحينا يوريها عبد الرحمن
وفتيغان او هقامين ايه وزيرك وزارد دا ريماها قده سومالان مداني علي محمد وران عد او اي قيب كيهين وزيرك قاشان ديق سومالان مداني احمد حاجه علي عظمي وزيرك دوبدجنت سومالان مداني علي سعيد ريقل وزيرك حيانك وزارد دا قاشان ديق سومالي لانه وزيرو دولها مالية دا تليكو حيانك عيدان كبليسك سومالان سرريق قوتا عبد الرحمن ليبان فوحلة تليها عيدان كبرمكا قاشان لسري احمد عبدي تير iy saraakiil kale oo muddo 27 ah socdaalaha shaqo ku joogay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceere Gabo ayaa galabta abaaro 4tii iyo barkii galabnimo ku soo noqday magaalada Hargeysa kadib markii isla galabta ay kasoo kiciitimeen magaalada Berbera oo xalay ay ku nasteen muddadii waftigu ku sugnaa magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceere Gabo waxa uu kulamo habeen iyo maalin qaatay oo albaabada u xidnaa la yeesheen uqaasha wax garadka odayaasha salaadiinta iyo haweenka gobolka Sanaag waxana waftigu dhinacyadaasi ay ka wada hadleen adkeynta nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka waxa kale oo waftigan kulamo ballaaran la yeeshay oo hawlaha qaranka lagu dardar gelinayo isduwayaasha wasaaradaha ee gobolka السناك حبناها وفتيغان وحا اي جيسة كاليه اي بوغشة كتاقين حرونتا جامعادة السناك اي مقالادة عيريقابو او اي ديكتانا اردي ترادودو اي دانتهاي بقول اي اللبي لحدان اردي وحنا وسيرك وسارادة اريماها قده سومالا مدان علي محمد وران عادة او وفتيغان سيهو قامين اي او اردي دا سي او غوو الرمي هاوشا اي او سعودان اي لحجيدا اريماها قبلكا تاسي او شاقي ان wax badan ay u qabsoomeen muddadii ay ku sugnayeen gobolka lugana baahan yahay ardayda in ay ka dheeraadaan waxyaabaha nabadgelyada darada ku keenaya gobolkaasi Soomaalidu waxay ku maamadaa wadne maroodi hilb badan baa ka sugeeyay si aan qabyaaladda wadnaheeda u gaarno naaxday waxay nagu qaatay sida maroodiga inaan maalin badan dhalin kale u fadhinay لكن إلهي حمده ما توحى نقارن ودنه قبيالته إنا نكسى عرفه وحانا كدرين بدون تنهدي على الهدى قناشاه قبلك إيهو المركيسة إيهو مدى إيه شعب قبل كنو لين نبضان قارو ورعلا وإن شاء الله سقط دنبو أولا نبسلا أنا كدهني سيرويني لحد أرور كدخاتير تسومالان أيها سونا كفرمي عاصمة دلك يا هرجيزة ورمتك سبسان وحنا يوريك على أحمد عوالي كل كلو عاشورين هذا يقولك القاتل السبلا يا وحقيقة بكلي مسؤولين أي كم ديهم قدوميهم من الرياش عافمات كأحمد حاشا وذي قار كم ده مسؤولين تا حسبينا قرنك القاتل كلا دون وكه وقرا عافمات كدلك يقولك تد أو يجو هذه الشيء يا كشقة يا كل قاتل تا يتخصك بعد عافمات كا كل كلو فرتان كيسا ay ka hadleen gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Cabdi Rashiid Xasan Cabdi iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxa ay ka warabeen muddadii 2 sanadood ahayd waxyaabaha uu qabsamay ururka dhaqaatiirta iyadoo gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Cabdi Rashiid Xasan Cabdi uu tilmaamay in ay dalka sanad walba u soo baxaan dhaqaatiir ka qalin jabiya jaamacadaha dalka iyo dibadda isla markaasina taasi ay sii siyaasay adeegyada caafimaad ee uu dalku u baahnaa isla markaasina ay markastaba soo dhaweynayaan dadka iyagu ururta caafimaadka wax ka bartay Dr. Cabdirashiid gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta waxa uu faahfaahin ka bixiyay in xubnaha dhaqaatiirta ee ururka xubnaha ka uu si weyn ugu mahadcelinayo iyadoo cilmi baaris caafimaad iyo talo bixinba ay ka sameeyeen iskaashi iyo wada shaqayn la leeyihiin wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha caalamiga ah ee horumarinta caafimaadka dalka ka hawlgala gudoomiyaha komishanka meelayaasha caafimaadka axmed xaashi oo ayaa isla geestiisa waxa uu bogaadiyay sida dhaqaatiirta dalku ay heeganka ugu yihiin in ay u adeegaan dalkooda aqoontooda ay markaasi ugu adeegaan Dr. Gabose ayaa isaguna munaasabadaasi hadal uu ka jeediyay waxa uu ku sheegay inuu ka codsanayo bada caafimaadka in laga soo saaro kulankan ballaaran ee ay isugu yimaadeen qorshayaasha horumarineed ee guud ahaan loo baahan yahay in lagu hawlgalo muddooyinka soo socda sabar ku saabsan kor u qaadida howlwadanada dowladaha hoose oo socday muddo 5 maalmood ayaa lagu soo gabagabeeyay caasimadda dalka ee Hargeysa aqoonsigaarsi ku saabsan sida ugu habboon ee loo maareyn karo qashinka guud ahaan iyo kan ka soo baxa goobaha caafimaadka ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa aqoonsigaarsigan ayaa lagu soo bandhigay habka ugu habboon ee loo arko in lagu maareyn karo qashinka oo ah in iskaashi
ودحمرون دوردها هوسي يشتريها جارك لولي يهي هناك سي وافك قلاب نوبي يروم public private partnership كلن كوا حاكا سوقيب غلاي هي ادو دوراه او كسودي حكومة سومالاند او اي كمديهين قار كمدة دوردها هوسي اي دالكا وسارد ارماها قدها وسارد ديغانكا ايو حبنا كسودي ورقا دوردها هوسي أقول سويدار سيغان أو قيب كأه مشروع برنامج كوذاق أه اللو قطلق لدولة ده هوسي أيا سيوين لو قولة فقوري سيدو اللو مارين لها قشنكا مغالوينكا بروفيسر أسناني أو كالسعودي حي أدى قرمدا مدوبي وقابل سن مغالوينكا إي حبيتات إسلامر كان أها معلنكا دحيلي يي دروستا أيا سيبالارن أفافاهي حنانكا إسكاشيغا دولة ده هوسي إيو شركة ده قشنكا كوشا قدله إي غاركا لولي هاي سلو وجي بكينو وحكا قبشادا قشنكا قودا هان إيو كان كسو بحا قو بحا عفماتكا بروفزر أسناني وحا وتلمامي سيدا أي مهمكا أوتا هاي إلو باهنيا هاي إن دولة ده هوسي أي سي أدك دوشا أغا إلاليان حبسامي أسعودكا حوشان إسكاشي إيه لغولا دقالما يو نوعي دا قشنكا كالدوان وحاكالي أو لا إسلاقرتي إن حنانكا إسكاشي إيه دحماري دولة ده هوسي يشيركا ده غاركا إيه قشنكا كشاقيا إن دينع والبا وكسوبح واجباتك ساران سلو لدقا لامو ديباتوين كاقاشنكا غار كميدا ماير رضا دقموين كاسو قيب كالي أقول سويدار سيغان أو كلاها ماير كعاسمة دا سومال لاند إيهار كيسا عبد الرحمن محمود عيديد ماير كدقمدا قبلي محمد أمير عمر عبدي ماير كدقمدا الشيخ عبد عرتن حاجة بكر إيو دقمدا أودويني عبد حكيم نور موسيق damaan toodna waxa ay soo dhaweeyeen hanaankan iskaashi ee dawladaha hoose iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ugu dambeyntii maayirka caasimada Soomaaliland ee Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid oo soo xiray aqoon iswaydaarsigan ayaa isagu sheegay in iyagu ka dawlad hoose ahaan ay qorshahan iskaashi hore u meel mariyeen waxaana hadaladiisa kamid aha talaabooyinkii 4 talaabo oo waan soo dhameeynay saddexdan insha Allah waa saddexda mashruuc ee World Bank uu naga caawinayo naga maalgelinayo oo ah muxuu aha landfillkii lagu kala saarayay transfer stationkii iyo muxuu aha dump site-kii lagu aasiyay hadhow laga sameeyay muxuu aha ambalaydka ama baygas saddexdaasina insha Allah World Bank-ka oo muddo dheer sugeynay insha Allah aan jecelahay inaan imika loo magacaabay madax cusub oo qaybtan hoos iman doonto insha Allah inay soo dhaqsaa badan ay ku dhaqaaq doonta rajinaya mashruuca magaciisa loo soo gaabiyo JPLG ayaa ah mid ay maalgeliso hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan magaalooyinka ee habitat qaar ka mid ah xubnaha ka socday hay'adaha kale ee dawladda ayaa iyaguna dhiirigeliyay hanaanka iskaashi ee dhexmaraya dawladaha hoose iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ku shaqada leh qashin ururinta Badruddin Maxamed Xasan iyo kamaradii Axmed R telefishinka qaranka Soomaaliland Hargeysa wararka kale aan iska dhigay gudiisa waxa ayuuna daawadayaal kamid ah ururka mutadawiciinta badbaadada hooyada iyo dhallaanka oo ay ku buuxaan haween dhakhaatiir dhalinyaro ayaa adeegyo caafimaad waxa ay ka fuliyeen isbitaalka Dacalburug ee degmada Laasgeel iyadoo halkaasii ay ku soo dhaweeyeen maamulka degmadaasi iyo mas'uuliyiinta isbitaalkaasi gudoomiyaha ururka Roodo Cabdiraxmaan ayaa ka warantay adeegyada halkan ay ka fulineen iyadoo oo sheegtay in ay adeegyo caafimaad siin doonaan dad tiradoodu gaaraysa ilaa 700 oo u diiwaan gashan waxaana ay sheegtay intii ururkan uu jiray muddo bilooyin inay hawlo badan qabteen kuwaas oo ay ka mid ahaayeen ka shaqeysiinta MCH-ka biyashiinaha iyo dhagax dhigii MCH-ka deegaanka Xuunbaweyne oo ay sheegeen labadaasiba in ururkan ka hawl galeen maanta idin ka waramaya ama idin socda dhaqaatiir iyo milisooyin u gargaaraya hooyada iyo dhallaanka ururkan waxa la yidhaahdaa badbaadada hooyada iyo dhallaanka magacooda marka la soo gaabay waxa la yidhaahdaa SAMCO wuxuu ka yimid Safe Mother and Child Organization ururkani waa urur mutadawiciin ah waa urur dhallinyaro ah waa urur aqoonyahanna waa urur siinaya maal iyo maad iyo cilmi la garab taagan dadkiisa iyo muxuu ahay dalkiisa sidii loo horumarin lahaa hooyada dhibaataysan sidaan uga badbaadi lahayn oo u yarayn lahayn khatarta ama dhimashooyinka ama umul araarka ku yimaada hooyooyinka gudoomiyaha degmada Dacalburug ayaa isaguna ururkan uga mahadceliyay dadaalka ay muujiyeen taasoo uu sheegay in baahi fara badan oo dhinaca caafimaadku deegaankaasi ka jirtay wax ka tarayaan intay hawshani gacanta ku hayaan ay kala shaqayn doonaan waxaa iyaguna warbixin ururkani ka siiyey dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalkaasi Dacalburug oo uga warramay adeegyada kala duwan ee ay fuliyaan tan iyo intii isbitaalku uu jiray iyagoo wasaaradda caafimaadka iyo howlwadeenadanba uga mahadceliyay adeegyada caafimaad ee had iyo jeer ay la garab taagan yihiin dadweynihii ka qayb qaatay adeegan caafimaad ee loo fuliyay ayaa iyaguna ururkan iyo wasaaradda caafimaadkaba uga mahadceliyay adeegyadaasi caafimaad ee la siiyey
مسؤولين تجمع دارمس مقالنا الجيس أيه وحي قبتين حفلات بلارن الله سمعنا إياه أرديد يقول رسي إيه يقول جلسي تكريه لابد أما ماسترس تكريه أو جامعة داس أرمس أيه لأنه يسوع ورا مرتاح سبسا وحي نهاية أوريا هيك شافر مناسبة بلارن إله اسمي أرديد بلابس شهادة ماسترس كأكو صوب بيرتي سنة كان جامعة دا أرمس شلو فرستي مقال دا الجيسة أيه وحي كقبسون تحرم تا جامعة دا أرمس وحنا مضاش هسي كسوق غيب جلي مسؤولين سر سرقات سن جامعة دا أرمس أردي أدو تربضن إيه مرت شرف كلام وورين مضاش شاشوا حكاه لسنا مركزنا ففي وشيء ده مناسبة دنيم قدوميها كم عدد المس إحسان عمر أكو ده هذا أهمية بلانا كم عدد عايشينه so شهادة ماسترات كا so without that it will be very difficult to start what we call the master's program and مركز عن سوتي نت بدل إن at least quality اللي هو قيمه هو عيد وضع واحد أقوى جامعات فربنا بسوده لكن جامعات أدرس مجالك كل سنتين نبتوا جامعات بيلا كارو كل بلا أبوه بريلي ما مر كان تفضل سؤال شلا مر كان تفضل سوتي اللي after the curriculum is the faculty معلمين تي gudoomiyaha jaamacadda Ahmed Hussein Abdullahi oo isaguna madashaasi ka hadlay ayaa ka waramay heerarka jaamacadda ay soo martay iyo sida ay jaamacaddu maalinba maalinta ka dambeysa u sameeyneyso horumar ballaaran oo dhinaca tayada waxbarasho ah waxay jaamacaddu u talagalaysaa marka online ku baxayno tabaneeyo dadka ku jira mid ka mid ah bangiyada ka mid ah magaalada ku yaalla ayaa dhil jaamacaddu socda haduu kaasi heer galo on bil ma la rajaynayno inuu gabagabo bido halka wada taagan yahay waxaan rajayn doonaa si ardayna aanay ugu dhicin barnaamijka inaanu tiknoolojiyada ka faa'iideysan waayin inay jaamacaddu gaarsiiso maxaan ku lahdaa dalabka kudhay tiknoolojiyada hadda la isticmaalay ama ibarka ama laptops si qof waliba access ugu heli karo any minute coursewega loo diray xilliga loogu talagalay inuu gudbin karo kana shaqayn karo isagoo isticmaalaya deviceska iyo tiknoolojiyada loogu talagalay أحمد ناصر وشغل كمدة تراكيسة كامعة دارمس أياس نيف تيميي قيبتان عصب شهادة دا مسريتك يو قابك أو بلابا يان محمد عبدالله دعالة وكمدة مرت شرف دا كسو قيبك شي مناسبة دا سو سوغنا مداش هسيكة شدية كلمة دا كوبان أيا تلمامين كامعة دارمس أي سمي سيد دا لا دو بيرا دا إسلامر كاسين أوغا مهان غيان إن أي سو كردي سو برغرام هورلي أو كو تحلوغا دينا مسريتك ديگريغا إيو سيدو كلي أقوان عصب ودلكو بهاي هاي وحكلو يغنا مداش هسيكة اللي حمنا كمدة معلمين تو حكا ديگا كامعة داسي أرمس بالمركن دينا عوررك يغو بليد تقومين كدلك يغو ريه شيدا tababarkan oo ku saabsanaa sidii loo xakameyn lahaa loogana hortagi lahaa xanuunada faafa ee ku dhaca xoolaha ayaa lagu tababaray 20 xubnood oo ka kala socday deegaanada Duruqsi, Baledhiga, Haaji Saalax iyo Dhoqoshey munaasabadan ayaa waxaa lagu qabtay hoolka jaamacadda xanaanada xoolaha ee degmada Sheikh oo ahayd jaamacadda bixinaysay tababarkani tababarkan oo muddo 20 cisha ah u socday ayaa waxaa xiritaankii tababarka ka soo qayb galay maamulka iyo macallimiinta jaamacadda xanaanada xoolaha ee degmada Sheikh isduwayaasha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Togdheer iyo degmada Sheikh mas'uul ka socday hay'ad SDF oo ahayd hay'adda maalgelinaysay tababarkani waxaan ugu horeyn halkaa ka hadlay maamulaha jaamacadda xanaanada xoolaha ee degmada Sheikh Mr. Fred really participated in the training so my advice is that the participants please make the best use of the training that you have gained waxa sidoo kale iyaguna halkaa hadal kala duwan ka soo jeediyay Dr. Abdullahi Sheikh oo ah dhinka jaamacadda xanaanada xoolaha ee degmada Sheikh isduwayaasha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Togdheer iyo degmada Sheikh iyagu halkaa uga soo jeediyay ka qayb qaatayaashii tababarkan iyo hadal la waano iyo dardaaran isugu jira waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan soo gabagabeyno muxuu ahaay mutaqana muxuu ahaay training-ki dheera oo runtii aad iyo aad aan ugu wada faa'iideysanay labada dhinacba waxaan rajaynaynaa cilmiga aad idin soo gudbinay iyo farsamada inaad ugu faa'iideysato inaad ugu faa'iideyn doontaan dalka insha Allah binaa kariim aad iyo aad baan soo dhaweynayaa idinkana mid baan dukula yaani dardaarmayaayo kulayla ah aqoontii aad halka ka qaadateen bulshadii aad ka timaadeen deyn looga faa'iideeyo oo la dabaxo aqoontii in la arko oo deyn maanta horta waxaan hubaa in maadaama bartan timaadeen iskuulkan timaadeen in aqoon weyn aad ka kororsateen oo ay joogan dad tayale iyo macallimiin tayale oo si kasta wax idin fahansiin kara sida anaga noo fahansiiyay in si ka badanba sidoo kale isna halka hadal ka soo jeediyay Dr. Ahmed Maxamed oo isagu ka socday hay'adda SDF waxana hadaladiisi ka mid ahaa waan jecla inaan mahadcelin ballaaran idinku soo jeediyo muddada saddexda wiiga ahayd
dadaalka aad muujiseen, ka qaybgalka aad muujiseen, akhlaaqda aad muujiseen. Idinkoo runtii ka yimi meelo fogfog oo qaarkood 90 km burcawi jirta. قار كمذا كغيب غطياشي توبركني أي يجونا كحق الرمي وحيابها يكفى أيدين توبركني يجو شيء إن أي أقنت على بريك جها والجل دونان ديجان دي أي كسعودين يدو قدام بنتنا شهادوني اللي جو قدون سيء هالكاسي وفي سلادن إسماعيل تلفيش كقناة الصومال الآن تجمد إلا يمكن واحد صعوة ورر تاك تاك وكسو يري حكومتها تركي إيروشكا تاسو تركو آنو إلا يمكن كقرابين دياردي دقال كي نعيدوها سخوي أفريا لباتن وكسو ردي إذا ماذا دالك روشكا كواس أهو القل كغيشري أما دياردس أهو القل كودي دالك سوريا قديس مدحوين ياشا فرانسيسكا يروشكا يا كلان أيكو يشان مقالة موسكو وحا يسكو راعين إن إسكاشي كساميان لدقالان أيكو يرين إن إيكاكسو هرچيدان كوحدة داعشة كدقالان تاو الدمادة زيري يا عراق فلدامير بوتين يا فرانسيسكا أولاندي يا شاقا إن لو باهان يهي إسباحي سوين ولغو لدقالا ما كوحدة خلافة إسلاميكا hogamiyaha ruushka ayaa sheegay in aanay wax saameyn ku yeelan doonin dadaaladooda ay kula tacaalayaan kooxdaasi daacish dhacdadii uu turkigu ku soo riday diyaaradii dagaalka madaxweyne holandi ayaa arabka ku adkayay in aan hogamiyaha dalka siriya ee bashar al-assad aanu qayb ka noqon karin mustaqbalka siyaasadeed ee dalkaasi siriya hase ahaatee ay go'aamin karaan dadka shacabka ee reer siriya warka kale dadkaana dibadda waxa ka mid ah iyaguna munaasabadan xuska ah oo si toos ah loogu la socday telefishinada ayaa waxay ka dhacday daarta madhafka taariikhiga ah ee militaryga oo ku taala xabaasha Napoleon hoggaamiyihii militaryga ah ee xukunka ayay xilliyadii kacaankii Faransiiska qadar hal daqiiqo ayaa la amusay waxana munaasabada laga akhriyay liiska magacyada dadkii weeraradaasi ku dhintay madaxweynaha Faransiiska Hollande ayaa qodobad 20 daqiiqo ka jeediyay munaasabada oo ay ka soo qayb galeen dad gaaray ilaa 1000 qof oo ay ku jiraan dhaawacyadii iyo qoysaskii 130 qof ee weeraradii Paris ku nafwaayay madaxweynaha Franco Hollande oo wajigiisa murugo laga dareemayay ayaa ka dalbay muwaadiniinta Faransiiska inay munaasabada ka qayb qaataan isla markaana ay guryahooda suraan midabada calanka Faransiiska si ugu yaraan loo dareemo muhiimadda muwaadiniintii Faransiiska ahaa ee lagu laayay weeraradii ka dhacay magaalada caasimadda Paris oo hadda laga joogo muddo 2 toddobaad ah qaar ka mid ah qaraabadii dadkii ku dhintay weeraradii ka dhacay Paris ayaa dawladda ku dhaliilay sugidda amniga waddanka waxaana ay si gaar ah u dureen sirdoonka Faransiiska ay sheegeen inuu ku fashilmay ka hortaga dhacdadaasi waan Nuruddin Abdullah Xulajoog wararka caalamka telefishinka qaranka Soomaaliland war wixii daawadii la arkay ee dalka gudihiisa iyo dibadiisa waa nagaynta intaan ku kulmi doono warkeena warka xiga waa anigoo saacadaala iyo dhamaan intay kala qayb qaadatay oo idku dhaafay sidaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.